مرحبا، أسبوع جديد مثل ما عودناكم بأنتربرينورجي بنخبركم شو في فرص لرواد الأعمال إن كان بلبنان أو بالمنطقة، خاصة ميديترانيان أو المنطقة العربية. فاليوم معي ضيفان من باريتك، كريستال خليل. بعتقد صلنا 10 سنين نحن ويكولابوريت بباريتك. سيفاك بعده جديد، بس أم شو رح يكون في عنا كتير كولابوريشن. رح أطلب منكم تعرفوا عن حالكم أول شيء. بلش بكريستال. Okay, hi everyone. So, Christelle Khalil, أنا Program Director بباريتك. بشتغل أكتر شيء على Programs لمساعدة الانتربرنورز بمجال الـ Social والـ Green Entrepreneurship، يعني المشاريع اللي عندها Impact على البيئة أو على الـ Social Impact. Okay, Sevag. Sevag Babikian, I'm the Tech Lead بباريتك. على mainly two programs اللي هن agri-tech و clean-tech. Basically, I lead on everything technology. نساعد startups, we guide them. منساعدهم ليوصلوا كل شيء technology عندهم إياه، ليعملوا development لكل شيء technology عندهم إياه، ليوصلوا للماركت بأسرع وقت ممكن. Great. Thank you, Sevak. نستاذ رح بلش عندك، تخبرينا عن Innovation Factory. رح يكون عندنا سوربرايز اليوم، رح نحكي أكتر من شو وعدناهم. فبلشينا على الانوفيشن أول شيء، انوفيشن فاكتوري. أوكي، بس بدي أقول شغلة قبل ما بلش أحكي عن الانوفيشن فاكتوري، أنا مبسوطة بهالأوضاع أحكي عن أشياء بالنائة. thanks أندري لهالأوبورتونيتي، وقول أنه it's the perfect time now in Lebanon to start up, to start a company. So كل البروغرامز رح نحكي فيهم real opportunities for Lebanese people. So رح بلش بالإنوفيشن فاكتوري from research to market. هيدا بروجرام انخلق لدعم الريسيرش. So كل حدا بالجامعة عنده end of year project أو عنده research عم بيشتغل عليها، هيدا البروجرام انخلق لإله تيقله إنه فيك تحول هيدا البروجي الإنوفيشن عم تشتغل عليها بلا شركة ناشئة. So it helps entrepreneurs turn their research, applied research to startups that are commercially viable in the market. وهيدا هيدا تالت سنة بنعمل هيدا البروجرام، هو مدعوم من الاتحاد الأوروبي بكونتكست بروجي Next Society. وبحب أقول أنه أول سنة بيكون regional. So رح نغطي 7 بلاد، رح يكونوا رح نلاقي أول شيء 21 teams من 7 بلاد، 3 من كل بلد تقريباً، تا ياخدوا معنا يبلشوا معنا ببوت كامب. So it's gonna be virtual. So من كل البلد رح يشاركوا مع بعض ببوت كامب 3 أيام، رح يساعدهم ياخدوا كل شيء knowledge عن business plan, finance, commercialization، يعرفوا شوي كيف يحكوا مع investors للتمويل، يعرفوا كمان كيف يسوقوا الريسيرش تبعهم وكيف يعملوا لها market validation. يعني رح نركز كتير بهالبروجرام على ندمج كل شيء قطاع، كل شيء خاصه بالصناعة وبالماركت opportunities مع الأكاديمية. يعني بمعنى أنه كل حدا عم بيطور innovation وresearch يكون عم جد عم بحل مشكلة بالسوق بالصناعة بقطاع الصناعة وعندها market opportunity. دوك رح نقدر قد ما فينا نساعد بهالموضوع. بعدين رح يكون في جوري تنقي 7 finalists، هول كل حدا من بلد. كمان كل شخص رح يربح incubation، يعني technical و business assistance بكل بلد. ورح نشتغل هون كتير كمان على matchmaking opportunities on a regional level. So بحب أقول مين فيه يقدم أول شيء على هذا البروغرام. بده يكون أول شيء team عنده من شخصين، ألف من شخصين minimum، عنده innovation أو technology عم بيشتغل عليها، research based، practical يعني قريبة تتطبق للتطبيق يعني. ومهم كتير يكون عنده بروجي ممكن يكبر عن نطاق ريجنال، لأنه نحن عنا نتوركس ب7 بلاد تنساعد كل اللي رح يكونوا معنا يقدروا يكبروا البروجي تبعهم إذا بدك عن نطاق غير بلاد. بدون يكونوا كمان البروجي تبعهم فيه امباكت، يعني عم نحكي تكنولوجي او انوفيشن بس ممكن يكون عم بيحل مشكله بقطاع الصحه، بالادوكيشن، بالتكنولوجي. وهلا مع الكوفيد 19 يعني we have a lot of challenges so a lot of opportunities للانتربرنور. وكمان رح يربحوا
فاليو للانكيوبيشن جرانت بقيمه 10000 يورو تا يطوروا البزنس تبع يطوروا البروجكت تبعهم on the level of the expertise. وبحب اقول كمان انه بيريتك عندنا الفابريكيشن لاب فاب لاب يلي هون رح يساعد كمان بالانوفيشن فاكتوري اذا حدا عم يشتغل على برودكت تيقدر يستفيد من هالفاسيليتي ويعمل منه يعمل يحول فكرته لبروتوتايب. So deadline هو November 5. هلا في ابعت اللينك تو ابلاي ذا لينك تو ابلاي على chat box. وبشجع كل حدا عم يشتغل على research and of field projects بالجامعة بحس فيه potential انه يعملوا شركة. Anja, don't hesitate, especially the regional opportunities for this program. وفرصة كتير مهمة للتلاميذ اللي هن رح نعتبرهم تلاميذ اللي مبلشين بشي اشتغلوا عليه يمكن سنة عملوا ريسيرش جربوا يمكن يعملوا بروتوتايب انه يكونوا موجودين بهالبروجرام. صح كريستال؟ مزبوط. وبحب اقول كمان انه دايما بيجينا تيمز في كتير تيمز بيجوا تلميذ واستاذه يعني في كتير أساتذة كمان عم بيقدموا researchers بيكونوا عم يشتغلوا بروجي مع تلاميذ so بيقدموا عليه سوا so it's very interesting. و that's it. إذا عندك سؤالات أكتر أنا رح أقول للأشخاص اللي عم يحضروا إن كان على فيسبوك أو على زوم هلأ يبلشوا بالأسئلة تبعولهم بالتشات بنتقل لعند سيفارد وبعدين برجع بسألك الأسئلة. منيح؟ أوكي. Thank you كريستال. سيفاغ خبرنا اول شيء. هاي اندري. هاي اندري ثانك يو فور هافينج اس. ميرسي للاستقبال وللانترودكشن. سو اللي عم بيصير هلا عنا بالوقت الوقت الحالي از هاكاثون رح يصير جمعه الجايه وبس بعد في ثلاث أيام يمكن to apply يمكن لتنين الديدلاين. So الهاكاثون هو مش لحالة بيريتك عم تعمله بس بيريتك رينيه معود فاونديشن مع support من الامبسي of Kingdom of Netherlands. So عاملين هاكاثون كتير كتير interesting التوبيك تبعه واللي هو كيف فينا نساعد بفون application المزارع أو الشركة اللي عم تزرع كيف فيها تستفيد من فون أبليكيشن. هلا إذا نفكر فيها في كتير طرق. سو اللي عملناه إنه حصرنا شوي صغيرة اللي عملناه إنه رحنا على الماركت نحن بيريتك مع ريموم مع رنا معود فاونديشن رحنا وسألنا وعملنا فوكس جروبس وجبنا التشالنجز اللي عندهم إياهم هول العالم. مين هن هول العالم؟ عندك الإكسبورتر، عندك اللي عم يزرع، عندك الديستريبيوشن شانل، يعني كل العالم اللي بيكونوا معنيين بفكرة انه عم نزرع شتلة كيف عم توصل للكونسيومر. هلا الكونسيومر في يكون بلبنان في يكون برات لبنان. الفكرة هي مش بس كيف نوصل هذا الشيء، لازم نوصل الفروت او المنتوج اذا بدك الانتاج بكواليتي معينة، كواليتي اشورنس، يعني نكون متأكدين إذا عم نفكر إنه بدنا نصدر لبرا كيف فينا نستفيد من فون أبليكيشن لنساعد المزارع يزرع بشكل يكون يعني إكسبورتابل إذا بدك إكسبورتابل أو في كواليتي ستاندرز معينين. هول الأخبار كل شيء نحن حاطين تشالنجز اللي هن واضحين. تحت كل تشالنج اكيد في سب تشالنج وفي تشالنجز تانيين اللي ما خصوا كمان بالاجريكلتشر اللي هن فكره انه المزارع هو اليوزر. يعني اذا انا عم بستعمل انا ماني مزارع، انا كل النهار قاعد على اللابتوب كل النهار عم بشتغل بتكنولوجي، انا ماني الشخص اللي راح يستعمل هذا الابلكيشن. سو التشالنج كتير كبير. يعني واحد بفكر ايه بعمل فون ابلكيشن بحط عليه انفورميشن للمزارع بقول له شو يعمل، بقول له شو يحط بكل فتره، بقول له بعطيه ابديت انه شو الامراض اللي عم تجي كل هودي. بس هيدا منا انف لانه اذا تفكر فيها المزارع ثلاث ارباع الوقت عم يشتغل بزراعته بالشغل وما عنده وقت. يمكن اذا بتعطيه هيك سوفيستيكيتد جرافس وهول الخبريات يمكن بتساعده.
So the user experience أو design around the user كمان كتير مهم. So إني أنا اللي عم شوفه هو شغل مش أنا اللي شفناه هو شغلتين اليوزر اللي عم يستعمل والchallenges اللي هن إذا بدك the agriculture or the field challenges يعني كل شيء خاصه بالمنتوج. الهاكاثون بيبلش ب 27 الشهر يعني in 3 days 4 days وهو على 4 أيام عملناها in a very interesting way. عملناها كتير عملنا أول شيء أول يومين رح نعطي workshops online. obviously الهاكاثون رح يكون e-hackathon online. رح نساعد رح نعطي 4 workshops في user experience, في business, في technical development وفي design thinking. يعني الفكرة هي إنه في كتير من الapplicants بيجوا بيكونوا software gurus أو بيكونوا بيكتبوا كود كتير منيح, بيكتبوا application كتير منيحة, بس إذا ما بيسكروا loop بالbusiness بالuser experience بالdesign thinking الapplication ما راح تنجح. بقى كرمال هيك نحنا مش عاملين بس workshop إنه يعني agriculture challenges حطيناه هون, مش عاملين بس business كمان, عاملين أكتر من هيك. بقى أول يومين هي للكل, كل اللي بيتسجل فيهم يتسجلوا كجروبس, فيهم يتسجلوا كممبرز. هلأ برجع له هذا الموضوع. كل هول العالم رح يكون عندهم الكابابيليتي إنه يفوتوا ويحضروا الوركشوبس. وركشوبس عم يعطون عالم بالفيلد, صار لهم فترة كتير طويلة, منهم طوال الوركشوبس they're in the PM يعني عم نحكي بعد الستة. سو كل العالم فيهم يحضرون. هلا في فكره انه هي 4 ايام, هول اول يومين. هلا ثاني يومين هن اللي بيتاهلوا. مين هن اللي بيتاهلوا؟ اول شيء لازم يكون فريق مش انديفيدجوال. لازم تكون الفكره بتقطع يعني, لانه في كتير تيمز عم بيقدموا ما فينا نكفي فيهم كلهم لليومين الثانيين. بس الكل بيكون استفاد اول شغله باول يومين. هيدي اول خبريه. تاني خبرية هي إنه التيمز اللي تنقوا بيقطعوا للأيام التانية. هلأ فكرة التيمز إنه في عالم نحن ما عم نقبل عالم بيكونوا مقدمين لحالهم. فكرة هي إنه من هلأ في Slack channel فيهم يفوتوا العالم يحكوا مع بعضهم يألفوا تيمز. يعني بأوقات بيكون عندي عالم عم يفوتوا عم بيقولوا أنا بعمل apps كتير منيح بس ما عندي فكرة. سو بيكون في تيم تاني عنده البزنس ايديا بينضموا مع بعض ليألفوا تيم. سو التيم فورميشن عم تصير هلأ as we're speaking. تقريبا لنهار الخميس الظهر وقتها بيتسكر الابليكيشنز ومنقبل اذا بدك باليومين التانيين اللي هن اليوم الثالث والرابع اللي هن الجمعه والسبت. بنقبل بتقريبا 20 تيم راح يفوتوا بالهاكينج. شو بصير بالهاكينج؟ نهار الجمعه عندنا منتورشيب بكافه المجالات. عم نحكي بزنس يو اكس, عم نحكي عن 1 اون 1 هون. يعني كل تيم شو عايز في اكسبرتيز في اكسبرتس فيهم يفوتوا لعندهم ويحكوا معهم. سو بيعملوا بوكينج بيطلع لهم اكسبرت في اكسبرتس بزنس يو اكس تكنيكال هيلب اذا عايزين في بزنس يو اكس تكنيكال وفي اجريكلتشر. سو عندنا كمان اجريكلتشر اكسبرتس اللي كمان فيلد كتير مهم. نحن لو حاطين كل التشالنجز الاجريكلتشر اكسبرت بيساعدهم كتير يعني في كتير رح يكون في عنا تيمز ما فيهم عالم بيفهموا بالاجريكلتشر يمكن بيعرفوا بالبزنس. سو هودي العالم الاكسبرت رح يدلون اذا بدك على الطريق المضبوط. وعنا كمان بيتشنج رح نساعدهم كمان بالبيتشنج. رح نعطيهم وركشوب بيتشنج مع اندري رح يساعدنا. رح نعطي وركشوب بيتشنج هول نهار الجمعه. سو الجمعه يعني كل واحد شو عايز فينا نفيده فيه رح نفيده فيه. وباقي الوقت اللي بيكون فاضي رح يكون عم بيعمل عم بيحضر الابليكيشن تبعه اليوزر اكسبيرينس كل الاخبار كله. نهار السبت رح يكون عندنا 1 اون 1 مع بيريتك تيم. رح نساعد العالم ليخلصوا البيتش تبعهم لينطفوا البيتش تو فاينلايز ذير بيتش. وبعد الظهر رح يكون عندنا بري سيلكشن وفي سيلكشن يعني مثل سيمي فاينلز وفاينلز. رح يتنقى منهم 3 تيمز وفي $6,000 as prize for the first 3 teams. So it's a big event. It's a very interesting event. It's I think بهذا الوقت يعني هيدا مثل إنه
بحمس الواحد ليشتغل بلبنان بظل الوضع اللي نحن فيه بيسكلي، وكله اونلاين and وكل اللي بيشاركوا بيسكلي، كل اللي بتسجلوا رح يستفيدوا بشيء لو كانوا نقلوا للمرحله الثانيه ولا لا. Thank you Sevag. في بشرة على فيسبوك عم تقول is there a specific age؟ عنا؟ لا ما عنا age، بالعكس منحمس منحمس الكل يقدمه. هلأ obviously يعني مع الاكسبرتيز اللي عم بيقدمه عم بيكونوا youth أكتر، بس لا ما في limit أبدا. في قدم يعني في بروفيسورز عم بيقدموا، في بروفيسور جامعات عم بيقدموا، وفي تلاميذ بيكونوا عمرهم 18 19 سنه عم بيقدموا اوقات مع بعض حتى بنفس التيم. جريت. حبيت الفورمات للهاكاثون. اوبفيسلي بيريتك من كل اكسبيرينس بيطوروا ثاني اكسبيرينس، ف شاركت بكثير هاكاثونز معكم، حبيت هالفورمات كمان هيك ادفانس بعد اكثر، وصرت غيران من كل هالعالم اللي رح يشارك لانه في كتير فاليو اسم الله رح تكون مع البرايز ذاتس فيري جود. يب 100%. في ليميت سيفاج رح يكون على التيمز؟ يعني هاو ماني تيمز يو ويل جيت ات ذا اند اوف ذا داي؟ يعني هلا اكيد اذا يعني هي اول فلترنج بتصير بيقطعوا تقريبا 20، عم بقول تقريبا لانه بس يكون عندي 22 منقطع 22 يعني، بس حسب يعني ما معقول يكون عندي فكرتين يكونوا تقريبا بنفس المستوى باول فلترنج اقول انه بدي اقطع واحد وبدي اقطع الثاني، بس يعني كرمالك عم بقول تقريبا 20. كل شيء يعني valid idea اللي فيه value اكيد بيقطع للمرحله الثانيه. هلا بعدين للفاينلز بيضلهم تقريبا 10، والفاينل بيتشينج بعد الفاينل بيتشينج بيربحوا هن ثلاثة. بيرفكت. انا بس بدي اقطع شغلي هون لانه وقت اكون عم بشتغل مع التيمز على البيتشينج كان في فكره كتير عم شوفها، فبدي اقول لكم بليز بعدوا عنا، اللي هي عم نعمل ابلكيشن فروم فارم تو فورك، انه بدنا نروح عند هالمزارعين ناخذ منهم الخضره والفواكه ونوصلكم اياها على بيتكم. ما بقى تعملوها هالابلكيشن، اذا حدا مقدم بيها فكروا بشيء هيك مور فيو مور انوفيشن. اذا بدكم تعملوا هيك شيء فكروا كيف معقول تتميزوا، شو الانفير ادفانتج اللي رح يكون عندكم اياه، لانه عن جد هيدي الفكره صار لي باجريتك ما بعرف 3 سنين 4 سنين كل على طول في شيء 4 5 عندهم اياه على الفكره، فما بعرف اذا بتوافقوني كريستال وسيفاك على الموضوع. بلا اي دو، انا لانه الفكره هي انه الفكره اللي عم تحكي عنها هي ابسط فكره، وفي افكار فيها تعطي امباكت كثير اكبر. يعني اذا انا بساعد المزارع بطريقه ما بعرف هلا فور ذس كيس هلا هي فون ابلكيشن، بس انه بطريقه ما اذا انا في ساعد المزارع يعرف شو لازم يعمل لتكون بضاعته لتنباع بضاعته يمكن لبرا، يعني يفتح لحاله سوق جديد، بكون عم ساعده اكثر بكثير من انه اخذ من عنده افيو كيلوغرامز يعني كم كيلو خضره وصلهم لعند زبون. و sometimes the value بتكون هي انه يمكن مركزين على شيء معين مثلا، او مركزين على نيش، او مركزين على product، او مركزين على market معينة للإكسبورت. let's say اذا عم نحكي إكسبورت، هون لويس كمان عم بيقول، لويس راجي استضفناه قبل و he's doing a lot of efforts بالماركت و يساعد كمان الانتربرنورز و mainly كمان بالأجريكالتشر، عم بيقول please be careful with duplications of efforts. I'm seeing many teams working on duplicate apps, especially for export. It is a waste of time to keep reinventing the wheel. Let's come up with solutions to real problems, not invent solutions to problems that are not existent. I agree. بعتقد كلنا we agree على هذا الموضوع. وهون بعتقد دور AgriTech التيم رح يخبروكم. رح أخبركم شو في أشياء عم تنعمل بكثرة، لأنه في كتير أشياء صارت في كتير منها. منفكر نحنا we are solving شيء معين، بس بيكون في كتير عالم they are solving it. مش غلط to compete، بس كمان غلط أنه يكون في كتير أشياء على شيء كتير كبير ما بيحمل هالقد competition. وهون بيقدروا يفيدوكم أكتر التيم تبع AgriTech وبريتك، صح؟ أندري بعد شغلة ما I did not mention. عم نجمع نحن data و sources of data نعطيهم للteams.
يعني بصير عندهم scientific numbers شوي صغيرة. يعني مثلا نعرف يمكن في قصص يعني بتعرف نحن بلبنان statistics مش هار. بس مثلا إذا بعرف أنا بال 2017 شو أكتر شيء نبيع لبرا، طب بعرف أنا على شو بدي ركز وشو الكوانتيتي اللي نبيعه وليه عم ينبيعه بهيدو هودي الكوانتيتيز. يعني the data numbers رح يكونوا justification لكل شيء. يعني كتير من الأوقات نحن بنعمل hypothesis وبنمشي فيها. So عم جرب جيب لهم data hopefully بيكون validating or invalidating the hypothesis ليعرفوا exactly عشو لازم يشتغلوا. Great, thank you, Sevag. هون رح قلكم أنه لويس كتب I will be happy to help on the export side. We have to have the basic requirement to have exportable products. ولويس اللي ما بيعرفوا ساعد كتير عالم to export, especially على أمريكا. وهلأ he's part of the advisory board لكذا program. بركي I connect you with him if you don't know him already. Please do. Of course. Thank you, لويس, هيدي publicly. كريستال. رح أرجع لعندك وهون بدنا نخبرهم عن opportunities that we didn't mention بالإيميل وبالأنونسمنت. في two other opportunities, right? Yes. بدي بس كنت أقول شغلة based على لويس وشو كنا عم نحكي. So عن جد كتير مهم to be different مثل ما عم نقول. كتير مهم يعملوا research. يعني هيلا شيء بدنا نعمله نعمل research. موجود شيء مثله كيف بدنا نتميز أول شيء. تاني شيء يكون شيء practical يعني especially now بالأجواء اللي عم نعيشها وتو يعملوا interaction مع potential customer يعني يعرفوا مين ممكن يشتري هذا البرودكت أو service وتو تستت يعني يسألون لهالعالم يخلون يستعملوا. So this is very important تنكون عن جد يتميز ويكون practical وfeasible project. بالنسبة speaking of export with growth with international opportunities عنا event عاملينه ل 19 November event اسمه EuroMed Scale Up Day. الهدف منه انه يساعد العالم يلي عندها startups scalable to access market opportunity بالmediterranean. يعني رح يكون هو online virtual event. عم نجرب نجمع فيه مينيموم 700 ل 1000 شخص من منطقة المينا غولف والإيو وكلهم عم نحكي خبراء investors potential customers professional entrepreneurs من كل المنطقة. هيدا بشجع الكل يحضروا. أول شيء رح يكون فيه very interesting talks عن how to grow a business in this challenging times that we are facing. يعني كيف بدنا نكبر البزنسز بس taking into account كل شيء تعلمناه من الكوفيد 19 وكيف الاشياء راح شو الماركت ترندز كيف البزنسز راح يصيروا. So I think it's going to be very inspiring for anyone looking to start or a startup looking to grow. من ميل تاني راح يقدم opportunities of business connections. يعني ممكن عالم من لبنان يقدروا يعملوا exchange مع عالم من الغولف من الأردن من مصر من تونس. سو عنا كذا بلد رح يكونوا معنا وكذا partner. It's very important, it's very interesting to attend. رح يكون من التنتين لثمانية 19 الشهر الجاي. أوكي سو هيدا لكل حدا بحب ياخد insight. نزل بس تيكونوا العالم اللي عم يسمعونا عارفين بالنكست ايميل اللي رح ابعته رح يكون في بقلبه كل اللينكس للهاكاثون للاوبورتونيتيز. اوريدي بعثت بالايميل previous one عن الانوفيشن فاكتوري وعن الهاكاثون تبع. وبحب اقول هون اندري انه هيدا الايفنت اللي عملناه على هيدا التوبيك لانه اتس نوت اباوت كوفيد 19 اونلي يعني والكورونا هلا سو كل شيء تغير. سو ذا هول بزنس world changed. It's about كيف شو تعلمنا, how to cope with changes, how to tap into the virtual world and leverage on new opportunities and market trends. So it's going to be a very interesting event. وعندنا بعد opportunity كمان ما كنا معرفين نقولها وحبينا نقولها هلا زيادة هي GMED program. GMED program كمان EU funded program. هيدا التارجت تبعه كل شخص عم بيشتغل على مشروع بيئي يعني مشروع لكل شيء بيئي بكل المجالات. So any technology any innovation
بال water بال energy بال maybe to rural empowerment, كل شيء خاصه ال value chains, كل شيء خاصه بالمشاريع البيئية. It's a good opportunity to apply. Deadline هو October 30, يعني آخر هيدا الشهر. وهيدا كمان Mediterranean project. أول شيء رح ننقي 20 شخص, 20 بروجي نساعدون. بعدين بدنا ننقي بعدين 10 لكوتشينج وأربعة تاخدوا grants. وكل شخص رح يكون معنا مثل ما كان عم بيقول سيفاج, يعني رح نشتغل على كذا أسبكت من مساعدته, whether business or technical. أهم شيء بقول النتورك اللي عنا إياه, نتورك الأكسبرتس اللي عنا إياه بلبنان وبكذا منطقة يلي فيهم يساعدوا بتبادل الخبرات ويوجهوا كمان هالأنتربرونورز على real market opportunities. يعني كيف أنا بدي ضبط البروجي تبعي تقدر حددوا ل industrial need معينة أو market opportunity ببلد معين, كيف في اتميز, شو كيف في أحكي مع investors أخذ مصاري, كيف في عمل market strategy تبعي. وكل هالتفاصيل كمان رح يكون في كتير IP support, intellectual property, يعني كيف بدنا نحمل المشروع تبعنا on the international scale. هيدا الشيء كتير مهم هلا. وبحب أقول أنه كل هالopportunities يعني it's the time to really consider those opportunities لكل شخص عم بي عنده فكرة أو عم بيشتغل على مشروع وبده يطوره. So ما بعرف إذا بركي حدا بيسأل, بركي نشوف إنه يسأل سؤالات أو نعطي أكثر information. Thank you كريستال. أنا رح أقول لكل الأشخاص اللي عندهم أسئلة يا على فيسبوك بالكومنتس يا على زوم بالشات بوكس. الشيء اللي حبيته اليوم إنه حكينا عن أربع opportunities لكل شخص بلبنان, في منهم للمنطقة كمان, بس هيك تنقول أنه هدف entrepreneurship هو من الأول connecting entrepreneurs to opportunities. فإذا هدول منهم opportunities ما بعرف what can be an opportunity. فشدوا الهمة, علوا الطاقة, وبعدين قدموا على البروجيكتس كرمال كمان هيك تاخدوا الفرص منهم. لويس رفعت إيدك, رح أعمل لك unmute إذا بتحب تسأل سؤالك. هاي جود ايفنينج. انا ام سوري مرشح شوي بقى صوتي منه منيح. سلام. بدي ما عندي سؤال, بدي بس اعطيكم ا بيس اوف ادفايس لانه صار لي عم خبط فيها هاي القضيه فوق العشر سنين هون بلبنان, بس هلا اخر مده بلبنان لانه بلش يجي جرانتس من اليوروبيان يونيون ومن يو اس ايد ومن مابي ومن عده محلات, عم بيصير في كتير duplication of projects. وهالشباب الفظيعين وأنا بحييهم لأنه they have not given up, they are working very hard to come up with a solution. When a regular market, يعني in a regular market بينزل 10-20 project بيموت منهم 18 وبيمشي منهم 2. هيك بيصير بأمريكا, بس نحن عندنا هون scarcity بلبنان. أنا حابب بشوف شوية cooperation وcoordination بين كل هالvisionaries هالفهمانين وشاطرين, وأنا I believe in them 100%. عشان هيك أنا بلبنان عندنا كتير إشياء exportable. معقول إشياء تكون product مثل فواكه خضرة, هدول بدهم specifications ما عم نقدر نصدرهم لأنه عم نحط عليهم كتير, عم نرش عليهم كتير مواد كيميائية. بس كمان عنا ideas that we can export, عنا technology that we can export, عنا advertising we can export, عنا مليون شغلة we can export. المشكلة الوحيدة اللي عم شوفها, وأنا هلأ عم خبركم هالشي لأنه عم بشتغل على مشروع مع Fair Trade Lebanon, هلي شغلتنا نقدر نساعد SMEs يصدروا لبرا, بس عم يجينا كتير عالم عم بقدموا زيت الفكرة وحاطين نفتهم عليها, يعني دفعين كتير مصاري to develop the idea وما عندهم علم شو عم يعملوا الناس دير مدارهم. بقى أنا بقترح شغلة, it's very un-Lebanese, it's cooperation, إنه نقعد مع بعضنا ونفكر سوا بس نطلع بشغلة كتير مهمة بدل ما نطلع بعشر شغلات مش مهمين وكلهم دوبليكتس. بس هذا اللي بدي أقوله.
لويس يعني بعتقد هيدا الشيء صلنا بنحكي فيه كتير. باريتك هني بارت من الجلوبال انتربرنورشيب ويك جي اي دبليو لبنان، بنجتمع كل سنة كرمال نتحد كلنا سوا نعمل بروجيكتس مع بعضنا، بس مثل ما قلت it's un-Lebanese so we're trying our best. وبعتقد اللي عم يعملوه باريتك هلا بخلي كمان كريستال وسيفاك إذا بدهم يزيدوا شيء، it's good لأنه they are collaborating مع most of the ecosystem. At the same time they have everything يعني بباريتك بتلاقي كل شيء كأنه one stop shop الأجريتك وكلينرجي والفاندينج والجرانتس وكلهم. فكريستال ما بعرف بدك تزيدي شيء. وطاقة معك أندري. بدي أقول للويس إنه كتير مهم اللي عم بيحكي و I totally agree. وسبشلي هلأ يعني لبنان مع كل شيء كل التشالنجز اللي عم نعيشها، مجبور حدا إذا بده يبلش بروجي إجباري يفكر مينيموم نطاق ريجنال ومينيموم تو ليفرج على التكنولوجي. وشغلتنا نحن كتيم ببيريتك إنه ننقي البروجيات بيزد على يلي عم بيقوله لويس، مشان هيك دايما بالكريتيريا تبعنا في الكومبيتيتيف ادفانتج الانوفيشن، وحتى للبروجكتس يلي مننقيهم وبيفوتوا بالبروجرامز نشتغل كتير معهم على ريديفايننج ذير ستراتيجي as per the market the feasibility and the market study. يعني في كتير بيغيروا، في كتير بيعملوا pivoting according لا يعني عم بيحكي لويس مثلا حكى عن شيء كتير مهم يعني وقتا نقول we want to export okay. طيب شو هن ال qualification that I need to know and implement to be able to be compliant with regulations من غير market. مهنين الكمبيتيتورز بغير ماركت. So I totally agree with him and just to say that this is one of the major criteria we focus on to select our entrepreneurs. وحتى المعنى نشتغل معهم انت يجربوا قد ما فيهم يكونوا يعني يونيك. اما نحن اندري يعني speaking of GEW والentrepreneurship ecosystem I would say انه this sector in Lebanon في كتير بالنسبة ل بك غير سيكتورز في كتير كولابوريشن. يعني وقت ما بلشت اشتغل بهالدومين دايما مننسق مع بعضنا ودايما حتى كل انتربرنور منحوله عند حدا تاني بيكمل الشغل اللي نحن عملناه اتسترا. يعني هيدا دايما موجود الكولابوريشن 100%. ما بعرف باقي اذا عندك شيء تزيده. سو بيفتس يعني انه عم بنغير طريقه ابلكيشن تبع البروجكت او اوقات بنغير فكره البروجكت. يعني كان شخص انفولد ب بالديفلوبمنت بأجريتك وكلينرجي كان تيل يو انه الكل بغيره ات سام بوينت. يعني في اكيد في شغله بغيروها. هلا فيها تكون شغله 1% 2%، فيها تكون شغله اكبر، فيها تكون الماركت، فيها تكون التارجت، هول كل هودي. سو اذا بتشوف اذا حدا بفوت على الاكسلريتر عنا بشوف قد ايه بالاول في ريكويرمنت بشغل لنجيب من الماركت exactly شو عايزين الماركت. هلأ أكيد في duplicate ideas definitely أوقات الابليكيشن يعني كيف بتطبق الفرق هي اللي بتعمل الفرق. بس I agree إنه في كتير أوقات إنه إذا ما منتطلع حوالينا شو عم بيصير يعني فكرتنا رح تفشل لأنه منكون disconnected من reality. بس بعد شغلي لأنه حكيت عن الأكسلريتر الأجريتاك باتش 4 اللي راح يبلش تقريبا اول 2021 الوينر من الهاكاثون اللي عم يصير جمعة الجاية راح يكون عنده لايك كويك تيكت على الاكسلريتر. جست سينج انه الوينر بس عم نحكي عن اول واحد. سو الفكره هي انه ناخذ هالايديا اللي هوبفلي بتكون فيري فيري باورفل ايديا وبوش ات لا توصل على الماركت دغري وما نخلصها اذا بدك باخر الهاكاثون. جريت. وبالاجريتك اكسلريتور يو جيت ذا تشانس تشتغلوا معي على البيتش اجين وبتمنى انه تفوتوا على باريتك بيج واجريتك وتشوفوا البيتشز تبع باتش 3. في كتير افكار فيهم انوفيشن، في كتير افكار لوصلوا لاخر فيز كانوا عملوا امبروفمنت كتير كبير وفيكم تشوفوهم بالفيديوز تبعولهم. جود. في عندي سؤال من سابين كاعي. For GMAT program can it be a project with social impact that can become sustainable more than it being a for-profit business؟
It has هلا environmental يعني أكيد definitely if social. It has a social. Social, but it has to address environmental needs or challenges. يعني it can be environmental and social. It should be sustainable. يعني there should be revenue streams clearly defined. هلا if it's to sustain or to make extra profit, this is depending on the strategy of the company. بس بالعكس we encourage environmental and social impact in all ventures. But sustainability is a key. يعني we need to have at least a portion from the profit sustainable from the strategy, the revenue strategy. Okay, عندي وائل عم بيقول he joined late, فعم يسأل إذا في opportunity for entrepreneurs in the educational sector. هلا وائل هون أنا في لك بال innovation factory if you are working on research project or an innovative project that is close to the market, يعني عندك at least proof of concept or prototype. بال educational sector, yes, you can apply, but it has to totally integrate innovation and technology. Okay, في بشرة عم تسأل, بعتقد جوابتي على السؤال بس رح أرجع عيده. Do you have any programs supporting small ideas about charity with social impact? Charity with social impact. Now, no, we do have programs and we are growing a lot the track of social entrepreneurs. We focus basically on any social impact business, which means, yes, you can do impact, social impact, but you have to sustain. You have to make profit, even if the profit is totally reinvested in the product or service. But you cannot rely only on donation. No, يعني it has to be sustainable and impactful. جاد أسود عم يسأل, would you consider a research project in sustainable materials and construction? Yes, and I would like to give an example here. So the project معنا ب innovation factory ب May 2020 هن بحمل عملوا مثل ماشين تعمل recycling للبلاستيك into kind of a fiber وبيستعملوا للكونكريت بالconstruction بيخلي الكونكريت يصير more بيداين أكتر وكلفته أقل. So yes, that's شيء أكيد. كل شيء innovation بأي قطاع, innovation, technology and impact and sustainability. So هول الأشياء اللي بدنا نركز عليها. Thank you, كريستال وسيفاق. هون الأسئلة. ما بعرف إذا عندكم هيك كلمة أخيرة لكل شخص عم يفكر يفوت معكم بالبروجرامز. رح بلش عند سيفاق أرجع أنهي معك كريستال. بس بدي أقول لهم regarding the hackathon يقدموا لو individuals لأنه في كتير individuals عم بفتشوا على team ويقدموا إذا كانوا لو شو ما كان الفيلد تبعهم يعني مش ضروري يكونوا experts بprogramming أو experts ببزنس عم نشوف يعني في agriculture في business في mathematics حتى مقدمين so في variety of people مقدمين وبفتكر هيدا الشيء يعني بيساعد هلا for the programs descriptions are all over Beritech website everything is clear they can reach out بيحكونا anytime فينا نساعدهم to guide them قد ما فينا ل إذا بدهم يقدموا بفكرة معينة لنشوف إذا فينا نوصلهم ويقطعوا المراحل وبالآخر يوصلوا لنوصلهم للماركت وthank you Andre كتير thank you سيفاق لألك كريستال أنا بدي شجعهم عن جد يعني ما تنطروا عملوا ريسيرش عن جد it's the perfect time to start anything مع بيريتك مش مع بيريتك on your own كل الكوميونتي whether local or international اللبنانية بدهم يساعدوا so في كتير opportunities عن جد do something practical different عنده need بالماركت ونحن هون تنساعدكم و thank you so much Andre Damon for bringing the positive vibes and opportunities especially بهيك أوقات thank you كريستال و thank you سيفاق ونحن وعدنا الكوميونتي كلها سوا من سنة لهلا أنه نخلي طاقة عالية فبتمنى أنه تكون الطاقة بومبا كمان ومنشوفكم الأسبوع الجاي نهار الجمعة مع opportunities جديد ومع speakers جديد
وتنضلنا كلنا بلبنان وعم نشجع بعضنا ونوقف حد بعضنا. Thank you. Thank you. Thank you, André. Merci. Bye. Ciao. Ciao.